عنده امرأة تقم المسجد، وهل في السلم الاجتماعي؟ يعني عمل أدنى من أن يقم الإنسان مكانا، أما هو عند الله قد يكون أرقى عملا. أنت حينما تكون في خدمة بيت الله، هذه صنعة سيدنا إبراهيم، أن طهر بيتي للطائفين والقائمين وركع السجود. ومع ذلك لما ماتت اجتهد أصحاب النبي الكريم أن هذه المرأة شأنها أقل من أن يخبر عن موتها النبي الكريم، فلم يخبروه. فلما تفقدها بعد أيام قالوا ماتت، فغضب، قال هل أعلمتموني؟ وبشكل استثنائي ذهب إلى قبرها وصلى عليها وهي مدفونة. هذا هو الإسلام.